خلال الاجتماع السنوي لغرفة صناعة المستلزمات الطبية تم مناقشة الإنجازات التي حققتها هيئتي الشرائح الموحد والدواء المصرية طوال 5 سنوات منذ بدء إنشائها وحتى الآن، والتيسيرات والخدمات المقدمة للعاملين بقطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى في مصر. الشراء الموحد بالفعل وفر مليارات للدولة بسبب أنه أولا بيحصل على أسعار كويسة جدا، لأن أنت بدل ما كنت بتشتري لكل مستشفى منفصلة فأنت دلوقتي بتشتري الكميات كلها في مناقصة واحدة أو مرة واحدة، فبالتالي المورد بيبقى شغال بأريحية فيقدر أنه هو يديك خصم كويس اللي هو زي ما بيقول عليه خصم الجملة يعني، فبيديك خصم جملة الجملة لو يكسب هامش ربح بسيط، منها أنه بيساعد البلد وبيساعد مصر، ومنها أنه بيساعد نفسه لأنه هو ضامن ان المنتج بتاعه لما بيطلع من مصنعه فهو بيبيعه. وكذلك بالنسبه للمستورد نفس المفهوم للبضائع اللي هي مش موجوده في مصر. ولكن ده ليه مردود تاني على الاقتصاد المصري، ان هو خلى ناس كتير جدا تفكر في انشاء مصانع. ليه؟ لان انا عندي دلوقتي خلاص المصدر معروف اللي انا هبيع فيه، والاسعار متعارف عليها، وبيتحط هامش ربح ولو بسيط، لكن انا ضامن انا ببيع فين. سوعية الدواء وهيئة الشراء الموحد من اكثر الناس اللي دعموا تجار المستلزمات الطبيه في مصر، ووقفوا معانا عشان المنظومه يحصل فيها تكامل ويحصل فيها قدام الامام. والنمره 2، احنا برضو بنعمل ترتيبات لحفل مرور 35 سنه على انشاء شعبه المستلزمات الطبيه في مصر، والحفل دوت هيضم كل الناس اللي قدمت مساعدات واضافات لشعبة المستلزمات الطبية في مصر. اثناء أزمة كورونا كان هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد فضل كبير جدا في تغلب مصر على الأزمة الكبيرة اللي مر بها العالم، والحمد لله قدرنا نعبر الى بر الامان بمجهودات هيئة الشراء الموحد او هيئة الدواء. كما تم مناقشة عدد من القضايا الاخرى كالدعوة الى شركات عالمية لخدمات الباركود للقطاع الصحي، ومدى قانونية إلزام شعبة المستلزمات الطبية لدفع الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة، مما يعني ازدواجية في عملية السداد. احنا على كل فاتورة بنطلعها بندفع مبلغ حتى لو هو زهيد لنقابة الصيادلة. انا مش عارف، انا تاجر، انا عمال نقابة الصيادلة بيا عايزة مني، بستورد حاجة ببيع حاجة، ده حاجة تجارية يعني، مش عارف. ده رقم واحد. رقم اتنين، هيئة الدواء المصرية الحقيقة احنا بنشكرهم على مجهودهم معانا واحنا معاهم، واحنا بنقترح ان احنا نتكاتف كلنا كشركات مع بعض بحيث ان احنا نحاول نعمل كيان كبير. انجازات واقعية حققتها هيئتها الشراء الموحد والدواء المصرية، والتي عملت على توفير ودعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر. محمد حلمي، أني للأخبار.